مين بده يجينا بهالوقت؟ ما بعرف مين؟ أنا مظفر. مظفر؟ لك وينك كل الغيبة؟ فوت فوت. مرحبا، آسف بس المخابرات اجوا على البيت وعفطوا رفيقي وهلا بيكون عم دوروا علي. ليش شو عامل؟ ولا شيء، ولا شيء ابدا. اذا مالك عامل شيء ليش خايف؟ بجوز يكونوا جايين بس من شان رفيقك. ما انا ورفيقي بنفس التنظيم. ايه معكم حق تستغربوا، انا بالسنتين اللي مرقوا نزلت على لبنان وانتسبت للتنظيم، ضليت هنيك. اليوم رجعت وانا رايح على البيت لقيت المخابرات اخذين رفيقي، وعلى ما يبدو ما رح يحلوا لحتى يمسكوني انا كمان. طيب انا كيف فيني ساعدك؟ بتخبيني لبين ما دبر حالي؟ ايه طبعا تكرم عينك، وبركي انا بحاول عن طريق ما عارفي طلعك من هالورطه، وبلكي طلع مراقب. لا انا متاكد انه ما حدا مراقبني، بعدين انا صار لي زمان ما اجيت لعندكم شي سنتين، ما بظن بيعرفوا انه في علاقه بيناتنا. المهم انتم ما تجيبوا سيره لحدا. لا اطمن، ما حدا رح يعرف انك هون. انا بعرف انه فيها مسؤوليه، بس الحقيقه انا مالي غيركم، تحملوني بس يومين لحتى ادبر اموري وروح على لبنان. طيب هلا فوت نام بغرفه امينه وبكره بنشوف شو بدنا نساوي. انا كنت متاكد انك رح تساعديني. شكرا.